إذن خاوتي، مبروك علينا، مبروك على حروز. السلام عليكم. حروز في ليفربول أغلى لاعب عربي، أغلى لاعب جزائري في التاريخ، مام 55 مليون ما هيش قيمته الحقيقية، لكن كلمة واحدة وأخيرة، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. جماعة الأطباء اللي مازالوا ما عيطولهمش يطلعوا المستشفيات الجزائر العاصمة ومستشفيات أخرى، راح يكونوا بزاف ناس راح تدير كريز كاردياك باش تمنعوا لهم حياتهم. ما نتمناو لأي واحد حنايا أنه يموت، لأنه محرز هو أغلى لاعب عربي في التاريخ، في التاريخ. السلام عليكم. علم بي ان سبورت ان الدولي الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي وقع عقدا مع ليفربول مدته 4 مواسم ونصف، وسيكون رياض محرز اغلى لاعب عربي وافريقي في التاريخ، حيث تبلغ قيمه الصفقه 55 مليون يورو بعد اتفاق اداره الريدز مع ليستر سيتي. هذا هو من المتوقع ان يخضع الدولي الجزائري للفحص الطبي هذا الاحد قبل الانضمام الى ليفربول، ليعوض بذلك رحيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو الى برشلونه، لانه محرز هو اغلى لاعب عربي في التاريخ، في التاريخ. السلام عليكم.